وام للنص التاني، اوعوا تنسوا المقوله دي. ستات مصر الجدعه عندها حكايات تفرح القلب، وعندهم برضو مشاكل بتدور على حلول، وعندهم كمان قضايا محتاجه نركز عليها ونفتح الكلام فيها. كل الحاجات دي هتشوفوها هنا على قناة هي، لأن الست هي شغلنا الشاغل، ولا عندنا أغلى ولا أعز ولا أهم منها. علشان كده بقى فيه على الريسيفر بتاع حضراتكم قناة فضائية تقدروا تعتبروها من النهاردة قناة الست المصرية. أما ليه بقى سميناها هي؟ عشان هي أساس أي نجاح. ولما يتقال إن ولا كل رجل عظيم امرأة، المقولة دي ما جاتش من الفراغ. كل نجاح هتلاقي وراه هي. هي الأم اللي ربت وكبرت وعلمت وتعبت وسهرت لحد ما شافت زرعتها بتطرح نجاح. هي الزوجة اللي أمنت بجوزها لحد ما قدر يقف على رجله. هي البنت اللي فتحت عينيها على الدنيا، لقت في رقبتها مسؤولية إنها تكون القلب الحنين في كل بيت. علشان كده هي بجد كل الدنيا. فاصل ونرجع نشوف اللي حصل. ورجعنا تاني، وطبعا اول حاجه لازم نتكلم فيها منين جت فكره هي. عشان كده احنا معانا على التليفون استاذ ايهاب جلال، مؤسس قناه هي. بنرحب بحضرتك يا استاذ ايهاب. اهلا وسهلا استاذ ايهاب، الف مبروك على القناه. الله يبارك فيك، مبروك عليكم. خليني بقى ابدا معاك كده واسالك، ليه هي؟ عشان هي كل الدنيا. ده كده كده ده السلوجان بتاعنا، هي كل الدنيا. جات لك منين الفكره يا استاذ ايهاب؟ والله هي الفكرة يعني عندنا من أكتر من 4 سنين شغالين عليها. موضوع قديم يعني مش جديد لسه. الفكرة قديمة بس التحضيرات كلها بدأت من حوالي 6 شهور أو 7 شهور، لكن هي الفكرة طبعا عندنا متحمسين ليها من فترة، بس الحمد لله جه الوقت المناسب اللي احنا يعني نبتدي فيها ونتحرك، والحمد لله أعتقد إن ده وقتها المناسب بالنسبة لنا جدا يعني. طب بما ان حضرتك بقى معانا، الناس كلها بتسال في كل حته، هيشوفوا ايه على قناه هي؟ هيشوفوا كل ما يخص هي في مصر وفي الوطن العربي وفي كل حته. كل ما يخص الستات، قضايا الستات، اهتماماتها، جمالها، تربيتها الاطفال، الاكل، كل حاجه كل حاجه. طيب قول لي بقى مين ابرز الوجوه كده اللي هتكون معانا في القناه علشان نغشش المشاهد شويه؟ طبعا ابرز الوجوه غيري طبعا، يعني مين بقى تاني هيكون معانا؟ ابرز الوجوه اعتقد ان البروموهات بتتذاع، بس طبعا معانا الفنانه والمذيعه الاستعراضيه رزان مغربي. مظبوط. ومعانا الاستاذه. اغششك ولا ايه؟ الشيف. ايه؟ اغششك شويه؟ لا انا فاكرهم طبعا. ومعانا سالي فؤاد الشيف، ومعانا دعاء عامر الاعلاميه طبعا، ومعانا الاستاذه عبير الشيخ، ومعانا صدفه جاد. احنا الحقيقه معانا كوكبه جميله يعني جدا. يعني لا، وطبعا عشان ما ننساش في اسماء كتير، ساره نخله ومنى والسعود واكتر من حد يعني، كتير في ناس كتير، بس انا عشان ما انساش اسامي حد. طبعا انا في المقدمه يا استاذ ايهاب انا قلت ايه هي رساله القناه، او احنا عايزين نقدم ايه للناس، بس خلينا برضو نسمع منك ايه هي رساله قناه هي لكل ست مصريه او عربيه او كل ست في اي حته في العالم. بصي احنا طبعا يعني بنشتغل في الاعلام من زمن، شفنا برامج كتير متخصصه لهي او للسيدات المصريات والعربيات. احنا فكرنا ان احنا يكون في قناه شامله كل ما تحتاجه المراه او السيده المصريه او العربيه يبقى موجود في شاشه واحده، بدل ما تروح مثلا في برنامج هنا ساعه، هنا ساعتين، هنا نص ساعه، هنا في برنامج فاشون، هنا في برنامج مطبخ،
هنا في حاجة تربوية لتعليم الأطفال، هنا في حاجة صحية، هنا في حاجة للتجميل، بدل ما يكون متقسمة المشاهدة على قنوات كتير قوي، لمينا كل بوكيه الورد ده وحطيناه في محطة واحدة. دي حاجة جميلة الحقيقة، علشان اللي عايز يتفرج أو عايز يتابع أو اهتمامات الستات كلها أو السيدات كلها تكون على محطة واحدة. وبالتالي راعينا في اختياراتنا ان يكون في كل الاذواق. مظبوط. استاذ ايهاب الف مليون مبروك على القناه، والاهم ان احنا عايزين نوعد الجمهور ان احنا هنقدم لهم محتوى هادف يحترم عقولهم، وكمان نقدم لكل ست اللي يساعدها انها يبقى ليها ظهر وسند، وانها تبقى حاسه انها ليها قناه بتتكلم بلسانها وبتعبر عنها. ألف مبروك. بصي أنا اللي أقدر أقول لك إن أنا أوعدك إن ده هيحصل، إن الحمد لله في كوادر خلف الكاميرا على أعلى مستوى من المهنية، خبراتهم تتعدى 25 سنة. أعتقد إن القناة معمولة بروح روح نجاح. كل الناس اللي فيها واخدين على عاتقهم ان احنا ننجح، ان القناه تنجح، وان شاء الله تبقى رقم واحد. ان شاء الله عندنا امل ان المشاهد يرتبط بالقناه او المشاهده. احنا طبعا مش معنى ان احنا قناه هي أمر ان الرجاله ما تتفرجش. انا كنت لسه عايز اسالك السؤال ده، يعني احنا هي بس؟ بالعكس، احنا عندنا احنا يعني مش مع الرجل، مش مع الرجل ولا ضد الرجل، ومش مع الست ولا ضد الست. احنا في الاخر المسج بناء اسره. مظبوط. عربيه مصريه يعني توفر لها كل حاجه. مظبوط. يعني عندك الاطفال وعندك الكبار وعندك الراجل وعندك الست، لكن احنا طبعا هيبقى عندنا في المحطه ان شاء الله في القناه باذن الله قريب حاجه ليها علاقه بهو وهي، يعني نقول قناه الاسره المصريه. قناه الاسره المصريه طبعا ان شاء الله. واللي عايز اقول لك ان في احنا عاملين برضو استاذ ريهام في الارات في الام، يعني حسب المشاهد عارفها، يعني فواصل، يعني فواصل. احنا عاملين حاجات دراميه تثقيفيه ليها علاقه ب ب ب ب بالزواج المبكر، ليها علاقه ب بالتعليم، ليها علاقه ب ب بالاخلاق. مش هيعرفوا يغيروا القناه يعني يا استاذ ايهاب. برافو عليكي، انا هو ده اللي احنا عايزينه. احنا عاملين برضو عن اهم مخترعات العالم من السيدات، اول دكتوره في العالم كانت مين، اللي اخترعت الايس كريم كانت ست. أيوة. اللي طلعت القمر اول مره، يعني عارفه انت تعظيم دور المراه. اوكي، هو ده اللي احنا عاملينه كفيلر يتذاع على مدار اليوم، بحيث ان حضرتك ما بين البرامج ما تحاوليش المحطه. ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله نكون ان شاء الله نكون لسان حال الاسره المصريه باذن الله. بنشكر حضرتك جدا، والف مبروك على القناه. ربنا يخليكي، وان شاء الله نتمنى باذن الله للمراه المصريه يكون دورها اكبر واكبر، والمراه العربيه في الفتره الجايه ان شاء الله. أشكرك. بنشكر حضرتك. احنا دلوقتي قالوا لي في الكنترول اللي احنا معانا مكالمه تليفون من شخص عزيز على قلبي انا شخصيا، فنان كبير كلنا تربينا على اعماله على مدار سنين طويله، واعماله محفوره في قلوبنا وعقولنا. مين ينسى دوره في مين اللي ما يحبش فاطمه؟ انتوا كده خلاص عرفتوا دوره في سوق العصر، دوره في المال والبنون، الراجل القوي لكنه رومانسي، الفنان الكبير فارس الدراما، الفنان احمد عبد العزيز. بنرحب بحضرتك يا استاذ احمد. الو استاذ احمد. ايوه، ازاي حضرتك يا استاذ احمد؟ اهلا بيك. انا الحقيقه سعيده وفخوره ان حضرتك معانا في الدقائق الاولى في بس قناه هي. اهلا بيك يا ريهام، مبروك القناه ومبروك على لكل الستات. احنا مش الستات بس، يعني احنا هنبقى موضوعيين ستات ورجاله، ولكن احنا عايزين نكون لسان حال الاسره المصريه. على اي حال، هو حتى لو القناه للستات بس، الستات هم عصب المجتمع. مظبوط. لان الست دي هي الام وهي المعلمه وهي الاخت وهي اللي بتشتغل في كل المهن، وهي نص المجتمع
في الآخر يعني. أستاذ أحمد، أنا شخصيا كنت حاضرة مع حضرتك ومع الكاتبة الجميلة صديقتي العزيزة دينا شرف الدين توقيع كتابها الأخير، والحقيقة أن أنا شفت بنفسي ولمست قد إيه حضرتك كنت واقف في ظهرها وداعم جدا ليها. فقل لي حضرتك بتشوف إزاي دور الزوج في حياة زوجته وإنه يبقى داعم ليها في بداية حياتها العملية؟ يعني طبعا دعم الزوج للزوجة مهم جدا، وخصوصا لما تكون الزوجة بتعمل في مهنة معينة او في نشاط معين. طبعا انت عارفة ان دينا زوجتي لا تعمل، هي بتكتب، كاتبة وده مش عمل احترافي بالنسبة لها، هي لا تتقاضى يعني اجر على ما تكتب، ولكن هي بتكتب يعني لأنها مهتمة ببلدها ومجتمعها وبالقضايا اللي فيه وبالمشاكل اللي فيه، ده اهتمامها يعني. مظبوط. فبالتالي لازم أنا أشجعها والحقيقة يعني أنا شفت ده بنفسي يا أستاذ أحمد في حفل التوقيع. وينبغي على اي راجل انه يقف جنب زوجته ويساعدها ويدعمها سواء في شغلها او حتى في بيتها، لان في المرأة في البيت ما هياش قاعدة يعني مش قليلة دون عمل، لا، المرأة في البيت عندها عمل كبير طبعا في بيتها، في تربية الأولاد، في المساهمة في تعليم الأولاد، المحافظة عليهم، مظبوط، التنشئة الصحية المظبوطة اللي لازم تعملها. يعني دايما المرأة هي عصب الأسرة المصرية. صحيح. وبالتالي الاهتمام بيها ودعمها من خلال المجتمع كله على بعضه وخصوصا الرجال مسألة أساسية ومهمة. طب خليني أسأل حضرتك، بما أن دلوقتي بقى عندنا قناة للمرأة، تحب حضرتك تشوف إيه على القناة دي؟ إيه الرسالة اللي حابب تشوفها؟ والله أنا حابب أشوف يعني رسالة توعوية للمرأة في تنشئة الأولاد، في تنشئة الأجيال. لأنه أخشى أنه الجيل الحياة الحديثة بكل ما فيها من وسائل حديثة وعصرية زي الإنترنت وزي السوشيال ميديا وخلافه، مع مستوى التعليم اللي موجود، أخشى أنه يعني لا يشارك في صنع أجيال قادمة جيدة. مظبوط. فبالتالي يبقى دور المرأة في البيت وفي تربية النشأ علشان يبقى يعني عامل مساعد على تقويم هذا النشأ انه يطلع كويس وانه يطلع متعلم واعي فاهم. مظبوط. فبالتالي ليها دور كبير جدا طبعا الست انها في تربية اولادها. فالتنوير على هذا الدور بالنسبة للمرأة من خلال قناة متخصصة زي قناة هي، اعتقد ان ده يبقى شيء جميل جدا وتبقى رسالة جيدة ومردودها جيد يعني. طب بما ان حضرتك معانا بقى، انا عايزة اسأل حضرتك سؤال. حضرتك شايف انه لسه الستات في الدراما مش واخدين حقهم في انهم يشيلوا بطولة مطلقة او يشيلوا فيلم او مسلسل؟ لا. وانا معاك على فكرة، انا معاك، يعني انا حاسة انه لا، الستات دلوقتي بقى موجودين وليهم دور. لا الستات موجودين وبيشيلوا اعمال كاملة، ده احنا ابتدينا نشتكي ان هم اللي بيشيلوا يعني معظم الاعمال بتبقى بطولة نسائية مطلقة،
الرجاله هي اللي ابتدت تشتكي. لا طبعا هو المراه خدت دورها بتاخد، خلينا نقول بتاخد يا استاذ احمد، بتاخد بتشق طريقها. لا اصل هنا في مستويين، يعني في مستويين يا ريان في الحكايه دي. مستوى أيوة. المراه الفنانه أيوة. وهل هي تقدر تشيل عمل وتقوم ببطوله مطلقه لعمل درامي. ايوه ادي حاجه. والحاجه الثانيه المراه كشخصيه موجوده في العمل الدرامي نفسه. مظبوط، واخده بالك؟ يعني هي ممكن تكون في دور تاني بس دورها مؤثر وقوي. ايوه، ودي وجود على الارض. مستويين المراه بقى لها دور كبير موجود. انت عندنا نجمات طبعا كتير، يعني دون ذكر اسماء، نجمات كبيرة على مستوى عالي من القيمة الفنية يعني، ومن كل الأجيال الحقيقة. مظبوط، في الأجيال الصغيرة والأجيال المتوسطة والكبيرة وكله. وفي نفس الوقت عندنا موضوعات كتيرة في الفترة الأخيرة ابتدت تبقى الشخصية الرئيسية فيها هي شخصية المرأة. طب هتغششني بقى كده، بما ان دي اول حلقه من برنامجي ايه اللي جاي في رمضان؟ انا عارفه انك بتصور، انا مش هقول، انا هستنى انت تقول. انا بصور اليومين دول مسلسل سر السلطان، وهو قصه الدكتور يوسف ادريس، اسمها سر الباتع، وسيناريو حوار واخراج الفنان خالد يوسف، وفي عدد كبير من النجوم والفنانين. كل التوفيق لحضرتك، وان شاء الله تكسر الدنيا كده زي السنه اللي فاتت، وارجوك تسلم لي على دينا. الله يسلمك، يوصل. اشكرك، ومبروك عليكي. أشكرك. ومبروك على ستات مصر كلها، قناه هي. شكرا لمداخلة حضرتك يا أستاذ أحمد. إحنا معانا على التليفون فنانة الجميلة القديرة ميمي جمال. أهلا بحضرتك يا أستاذة. أهلا بيك. أنا سعيدة جدا إن أنا بكلم حضرتك، والله ده شرف ليا حقيقي. عايزة أقول لكم ألف 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 مبروك. الله يبارك فيك. افتتاح القناة وقناة هي، وبتتكلم عن المرأة، وده طبعا شيء جميل، وهتطرح كل مشاكلنا بإذن الله، وكل اللي احنا عايزين نسمعه ونشوفه. فبإذن الله ربنا يقدركم وتعملوا كل حاجة جميلة إن شاء الله. مستنية مننا إيه يا أستاذة ميمي؟ مستنية تشوفي على القناة إيه؟ عايزة أشوف مش بس المرأة المطحونة، المرأة اللي عندها مشاكل. أنا عايزة المشاكل موجودة في جميع الفئات. مظبوط. في جميع الأعمار. في جميع الأشكال. يعني لازم نطرح مشكلات للمرأة عموما. طبعا. المثقفة، اللي غير مثقفة، اللي بتشتغل، اللي قاعدة في البيت. بتمنى طبعا ان ده يبقى موجود. أكيد. وطبعا من خلال قناة للمرأة. ويبقى طبعا كمان لو تتوجد حلول للمشاكل يبقى شيء جميل. يعني اذا كان هتتكلموا عن مشكلة فتتوجد حل ليها. أكيد. ما نبقاش المشاكل كلها مفتوحة. ده دورنا الإعلامي، إن إحنا مش بس نطرح المشاكل، إن إحنا كمان نوصل لحلول ليها. أيوة. إن شاء الله. أوعدك إن أنت هتشوفي ده إن شاء الله في قناة هي، وبتمنى من حضرتك إن أنت تتابعينا. لا أنا بإذن الله هتابعكم إن شاء الله. والنهاردة أنا فرحانة جدا، مبسوطة، وبتمنى إن شاء الله إنكم تنجحوا وتقدموا حاجة جميلة إن شاء الله. أشكرك جدا لوجودك معانا الفنانة الجميلة ميمي جمال، ألف شكر. احنا معانا بقى مكالمة اللي جاية دي مهمة جدا بالنسبة لي، عشان ده صديقي العزيز الفنان الجميل والكبير شريف منير. أستاذ شريف، إزاي حضرتك؟ أستاذ شريف معانا؟ أيوه. أهلا أهلا. أهلا وسهلا. أنا قلت لهم صديقي العزيز الفنان الجميل شريف منير. ريهام إزيك أولا، و ألف مبروك على قناة هي. الله يبارك فيك. ومبروك عليك إنك أنت نزلتي بقى، دخلتي مستوى تاني. يعني طبعا القصة وما فيها بنستفيد منها وبننبسط منها جدا جدا. شكرا. وليك أداء متميز جدا جدا، ف
فان شاء الله نلاقي اداء احسن وافكار احسن وتتالقي يعني. انا اللي بشكرك ان انت كنت معايا في اول حلقه النهارده من برنامج اللي حصل، وان شاء الله اتمنى ان انا اكون عند حسن كل الجمهور وطبعا عند حسن ظنك. اكيد ان شاء الله. طيب تقول بقى احنا النهارده كده في اول قناه للمراه في مصر كده، تقول ايه للستات المصريه كده على القناه بتاعتنا؟ اقول لهم ترى بقى كفايه فترة. كفايه فترة. احنا عملنا يعني ايه؟ بقيتوا عاملين بتاعتكم عايزين اكتر من كده ايه؟ احنا خلاص مش هيبقى لينا مكان. ليه كده بس؟ ليه كده؟ ده انتوا مكانكم محفوظ. لا طبعا انا سعيد جدا بكده، والمرأة يعني بوجه عام معروف ان هي عنصر اساسي وهام في المجتمع. مظبوط. وحتى يعني النبي عليه الصلاة والسلام اوصى بيهم خير يعني. طبعا. فاحنا طبعا يعني انا سعيد جدا بموقف المرأة ووضعها اجتماعيا وريادتها وقوتها موجودة، وده بدأ ينتشر بقى حتى يعني هنلاقي تطور كبير جدا حصل مثلا في المملكة العربية السعودية. المرأة بدأت تاخد مكان مظبوط اقوى من الاول كتير جدا طبعا تواجد. فطبعا ده شيء مشرف جدا جدا يعني، واحنا من غير المرأة ما نسواش يعني. الست بتمثل لك ايه؟ لا حاجات كتير بقى، امومة بقى وحب ومشاعر انا عارفة ان انت كمان داعم كبير جدا لولادك، ويعني دايما بشوفك ان انت لما حد بيضايقهم او حاجة بتطلع وبتتكلم وبتدافع عنهم، فانت دايما ظهر ليهم. طبعا الحمد لله يعني طبعا الاب بيبقى ظهر جدا كبير جدا طبعا سند، بس برضو السند ده بيبقى قوي جدا بوجود مرأة بتسنده بتبقى سبورت ليه، فبيبقى الاركان كلها مكتمله يعني. مظبوط مظبوط. طب في حاجه كده جايه قريب يعني هنتفرج على حاجه قريب ولا ايه؟ والله انا دي اخر حاجه عملتها ايجار قديم. طبعا ده هايل، انت عارف رايي. موجود اكتر يعني شبه تقيل على الناس. 30 حلقه من ايجار قديم كانوا كويسين جدا جدا. يخلص رمضان بقى وان شاء الله بعد رمضان هيبقى فيه عمل ان شاء الله يعجبكم باذن الله. بالنجاح والتوفيق، وشكرا جدا ان انت كنت معايا في اول حلقه، نورتني. اشكرك. مع الف سلامه. اعتقد احنا كمان معانا تليفون تاني بيقولوا لي في كنترول ان احنا معانا الفنانه الجميله علا رامي. اهلا وسهلا بحضرتك يا نجمه. اهلا وسهلا، ازيك؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. نشكرك انك معانا النهارده في اول حلقات واول دقائق بس قناه هي. الف مبروك لافتتاح القناه. تحبي تقولي ايه لكل هي في حياتنا؟ احب اقول لهم بالراحه شويه على نفسكم. عملنا ايه؟ يعني كل هي كده تتأنى وتفكر وتعرف خطواتها ماشيه ازاي، و ان شاء الله كل حاجه هتبقى كويسه بالتفكير السليم. انا سامعه ان حضرتك بتعملي مسرحيه اليومين دول. الحقيقه انا في العرض دلوقتي، بس عندي فتره ربع ساعه كده انا مش فيها، بعمل مسرحيه شفيقه المصريه على مسرح البالون. و يعني حاليا. طب الستات اكتر ولا الرجاله في المسرحيه؟ لا شفيقة المصرية اسمها شفيقة. يبقى خلاص كده المصرية. يبقى الستات خلاص نسوية. طب لو قلنا ان احنا دلوقتي بقى عندنا قناة متخصصة للمرأة، مستنية تشوفي عليها ايه؟ مستنية اشوف عليها برامج تهم الأسرة والمرأة. 75% من المجتمع، مش 50% بس، 75% ويمكن أكتر. المرأة هي اللي عليها كل أعباء الحياة، وربنا يقدرنا ويساعدنا ونطلع لما نخلف يعني نتجوز ونخلف نطلع أجيال متربية كويس وعندها أخلاق. مظبوط. وده اللي أنا بتمنى أشوفه في القناة. بس يعني إحنا دايما عايزين نركز على إنه ده مش بس دور الأم، ده دور الأم والأب. يعني لما يكون الأم والأب حاطين إيديهم في إيد بعض هيطلعوا جيل صالح وواعي وقوي. أكيد أكيد طبعا، عماد الأسرة المصرية الأم والأب، مش الأم بس. عشان كده إحنا في القناة هنا دايما بنقول إن إحنا قناة الأسرة المصرية، مش بس المرأة، مش هي بس. مظبوط. هنهتم بكله ما تقلقيش.
ايوه لازم ان شاء الله. بنشكرك على وقتك وشرفتينا ونورتينا حبيبتي. الله يخليكي. الف شكر. ميرسي ميرسي. اعتقد احنا دلوقتي هنطلع لفاصل ونرجع تاني. وفي اول حلقات برنامج اللي حصل، والحقيقه ان احنا معانا النهارده كم تليفونات كبير جدا من فنانين جمال جدا كلهم عايزين يباركوا لقناه هي. واعتقد ان احنا معانا على التليفون الفنانه الجميله سلوى عثمان. بنرحب بحضرتك. اهلا يا حبيبتي. ازيك؟ الحمد لله. انا الحمد لله. ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. الف مبروك على القناه وعلى البرنامج. اشكرك. وعايزين نعرف بقى ايه اللي حصل. ده احنا هنعرف كتير. ده اللي حصل كتير جدا. ده حصل وحصل وحصل. ايوه ده حصل وحصل وحصل. لا ان شاء الله برنامج موفق وناجح. وانتي يا ريهام جميله وناجحه، والقناه كلكم ان شاء الله يعني قناه تكسر الدنيا يعني باذن الله. مستنيه ايه من قناه هي؟ حابه تشوفي ايه على القناه؟ اول قناه للمراه. والله اذا كان اول قناه للمراه، بس هي المراه على فكره دلوقتي ليها يعني قنوات كتير بيتكلموا عنها، بس انا عايزه انه المراه يعني لما نتكلم عليها نتكلم بمنطق كويس، ولما نتكلم على الحياه الاجتماعيه بتاعتنا لازم يبقى في منطق كده بنتكلم فيه، مش ساعات بيعملوا برامج ما فيهاش اي موضوعيه ولا اي منطق ولا اي حاجه خالص. لا احنا هنا عندنا في القناه يعني بنقول ان احنا موضوعيين، لا احنا ضد حد ولا احنا مش في حرب، يعني لا احنا ضد الراجل ولا احنا عايزين بالضبط نخرب البيوت، بل بالعكس احنا عايزين نعمرها، عايزين حياه مستقره بين الناس وتعامل حلو بين الناس. مظبوط. يعني عارفه الحياه حب ومشاركه. مظبوط. وتكافؤ وتفاهم. مظبوط. يعني دي اكتر حاجه في الدنيا يعني، لكن غير كده بعتقد انها تبقى مش حياه ناجحه قوي يعني. ما احنا بنقول بقى ان قناه هي هتبقى للاسره كلها مش بس للمراه. بالظبط. اصل هي المراه مش هتبقى مستغنيه عن الرجل، ولا الرجل هيستغني عن المراه. مظبوط. ولا الاسره، يعني الحياه عباره عن اسر صغيره واسرتنا الكبيره اللي هي بلدنا يعني. مظبوط. فطبعا كله لازم يبقى واخد حقه في توضيح الحاجات اللي مثلا اي حاجه عايزه تتوضح تتوضح، لكن بشكل منطقي ومعقول. مظبوط. عند حضرتك كل الحق حقيقي، وان شاء الله اوعدك ان قناه هي هتراعي كل ده وهتبقى قناه للاسره المصريه كلها. حضرتك بالضبط. انا سامعه انه حضرتك بتصوري حاجه دلوقتي، قولي لنا بقى يعني ادينا هنت كده. بصي احنا بنصور رمضان كريم الجزء الثاني. واو. اه ده من اجمل المسلسلات. ايوه ده الناس بقى لها 6 سنين بتسالنا انتوا مش هتعملوا الجزء الثاني بتاع رمضان كريم؟ ده من احلى المسلسلات اللي احنا شفناها في رمضان الحقيقه. اه والناس كلها بتحبه قوي، ويعني كل ما بيجي بيتفرجوا عليه لانه نجح كل فعلا. ما بيتعرض. نجح نجاح كبير. اه ما شاء الله. يا رب عقبال ما الجزء الثاني كمان ينجح نجاح كبير كده ويسعد الناس يا رب. كل النجاح والتوفيق لحضرتك. لان احنا كل همنا كفنانين وناس بتشتغل في الميديا ان احنا نسعد الجمهور ونسعد الناس ونخفف عنهم اي حاجه بتتعبهم يعني. مظبوط. بنشكر حضرتك جدا الفنانه سلوى عثمان، نورتينا في قناه هي. معانا كمان على التليفون الفنانه الجميله مادلين طبر. اهلا بحضرتك يا فنانه. اهلا بيك يا ريهام، مبروك المحطه المتخصصه بقضايا المراه. اهلا بحضرتك. احنا دلوقتي الحمد لله بقى عندنا قناه متخصصه في المراه، فقولي لي ايه اللي حابه تشوفيه، او ايه الرساله اللي مستنياها ان قناه هي تقدمها؟ ان تبقى المحطه فيها مضمون، مضمون مش مجرد كلام وكلام مرسل. والمباشر يعني انا كاعلاميه قبل ما اكون فنانه، المباشر طول عمره هو المحرقه. المباشر يعتبر محرقه تعبئه وحشو لاي محطه. لانه ما فيش قيمه وماده يعني تطلعي منها بفايده ان لم تكن محضره وغير مباشره. المباشر يعني مضطرين عليه في بعض المحطات لحتى نملى وقت. فأتمنى أنه يبقى فيه مضمون مدروس، ولو جزء من البرنامج يبقى محضر عن أي موضوع هناخده، بس يبقى فيه مضمون، لأنه بقى عندنا للأسف الشديد بقى عندنا أزمة مضمون. بناتي بيطلعوا في المحطات بيقولوا أي كلام وناس بترد عليهم وتفاهة فوق تفاهة،
فرغوا القيمه الحقيقيه لمعنى الاعلام بشويه ترندات مبسوطين وكله عمال يضحك على كله. انا بتضامن مع حضرتك جدا، بتضامن جدا مع حضرتك في رايك، وان شاء الله ده هنراعيه جدا في قناه هي باذن الله. شكرا لوجود حضرتك معانا، الف شكر. وصلنا بقى للفقرة الرئيسية في برنامجنا النهاردة، وبعد الفاصل هيكون معانا الأستاذة عبير سليمان الباحثة في شؤون المرأة عشان هنتكلم في مواضيع مهمة جدا تهم كل ست. استنونا. أول حلقات برنامج اللي حصل ما كانش ينفع نبدأ أبداً من غير ما نسلط الضوء على اللي قدمته الدولة في آخر 7 سنين عشان تضمن حياة كريمة لكل ست مصرية، والست المصرية يعني الأسرة كلها. واللي كلنا لمسينه على أرض الواقع إن الدولة بتقدم كل اللي تقدر عليه عشان تحقق فكرة تمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً، وأنا شخصياً من المهتمين جداً بفكرة تمكين المرأة اقتصادياً دي. عشان كده معانا النهارده الأستاذة عبير سليمان الباحثة في شؤون المرأة. ازاي حضرتك يا أستاذة عبير؟ أستاذة ريهام سعيد، انتي منورانا. سعيد ان انا معاكي جدا النهارده، والف مبروك على البرنامج. ربنا والف مبروك على القناة اللي انا متحيزة لها جدا. اكيد انا متأكدة، يعني انتي معانا النهارده في اول دقايق بس القناة هي ولادة القناة وانا موجودة فيها، ده معناه ان المرأة المصرية ان شاء الله هتنتصر على ايديكم. احنا قبل الهوا كنا عمالين بنتناقش في الفيمينست والمش فيمينست. يعني انا يمكن ليكي راي محترم. يعني انا يمكن بحب الموضوعيه اكتر، احب الست ما تبقاش منحازه جدا للست قوي، وما احبش انها يعني تبقى عدوه الرجل، انا احب الست تبقى في النص كده موضوعيه. العدائيه وهم صدر لينا وكيمو فلاش لكسب الترندات، يعني صراع مش حقيقي. برافو عليك انتي. ركبوا الناس الترماي، ركبوا الرجاله الترماي، وركبوا الستات الترماي. احنا مش في حرب علشان بالزبط نقول مين ينتصر ومين ينهزم، احنا كلنا بنكمل بعض. ده حقيقي. بس بما اننا في قناه هي والنهارده اول يوم للبث وحضرتك من المهتمين جدا بشؤون المراه، فخلينا نقول شايفه ازاي فكره اطلاق شاشة أو قناة تكون متخصصة تبث كل برامجها للمرأة المصرية؟ خليني أقولك إن المرأة المصرية، وده موضوع رسالتي، يعني دراساتي العليا وكل الأبحاث اللي شاركتها كانت ليها علاقة بالمرأة ودورها الاجتماعي ودورها الإنساني. حضرتك شوفي أي مجتمع بيحترم المرأة تعرفي على طول اللي هو أمة متقدمة. بالظبط دي حقيقة. المرأة عصب المجتمع، مش عشان احنا منحزنا لها، ده الطبيعي، هي اللي بتربي الراجل وهي اللي بتربي الست. انت عارفة انا قلت الكلمة دي في المقدمة، فعندنا مشكلة، عندنا إشكالية ان حضرتك لو ظبطتي 6 سنين الاولى في حياة حضرتك وحياتي اللي هي شخصيتنا دلوقتي، سواء كنت صادقة او كنت محققة او كنت انسانة ناجحة او كنت انسانة عارفة تربي ولادك، ده ليه علاقة ويرجع فضله لأم حضرتك أو أمي في 6 سنين الأولى. هتخلق جيل سوي. بالظبط. يعني كل ما الست كانت حاسة أنها مرتاحة في حياتها، ده حقيقي، وأنا مؤمنة جدا بفكرة التمكين الاقتصادي دي قوي، يعني كل ما بتحس أنها مرتاحة في حياتها ومحققة ذاتها هتخلق جيل سوي، ما هي اللي بتربي. خليني برضه أقولك من الفكرة الرائعة اللي أنت طرحتيها في الأول، الموضوعية، تحقيق الذات مش بس الذمة المالية المنفصلة، لأن الفلاحة كانت بتزرع وتقلع في الغيط مع راجلها، وكان الدخل بيبقى منقسم بينهم هما الاثنين. فاحنا عايزين نخلي فكرتنا اوسع بكتير، ازاي الست تكون قادره على الاعاله لو الميل البيت مال او الراجل راجلها مال كده يمين او شمال. طيب. بغض النظر عن الكالتشر، عن الثقافه. طبعا. ثقافه صعيديه، ثقافة فلاحين، احنا فلاحين كلنا ونفتخر. طبعا. ثقافة متمدنة، يعني شخص متعلم ومحقق وواصل لأعلى المناصب، فاحنا بنخاطب المرأة في أي طيف هي كانت. من كلامك الحلو ده بقى خلينا نشوف دلوقتي انفوجراف لجهود الدولة.
الجراف اللي احنا شفناه دلوقتي اللي بيتكلم عن استراتيجية الدولة لحد 2030، من 2016 بقى لحد دلوقتي، ايه اللي قدمته الدولة للمرأة المصرية؟ خليني اقول لك ان احنا يعني احنا بنقول عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي هو العصر الذهبي للمرأة المصرية. دي حقيقة. هو منحاز لها بشكل حقيقي، هو منحاز لها على فكرة. دي حقيقة. في انحياز زي ما انا منحازة للمرأة بشكل حقيقي. فليه انا بسعد ان يكون عندنا رئيس مؤمن بوجود المرأة وتحقيقها؟ احنا عارفين ان اي طفرة حصلت على مدار التاريخ كان اللي وراها رجل بالمناسبة. يعني ده يجل الرجل ما ياخدش منه. اي طفرة نسائية حصلت للنساء كان الرجل هو اللي وراها. من اول النبي عليه الصلاة والسلام، سيدة النبي خديجة طبعا وسيدة عائشة، وكان بيوصي بالنساء طبعا، وكان مهتم جدا، وخذوا دينكم من هذه الحميراء، ازاي حضرتك نصف دينكم سوري، يعني ازاي حضرتك يجل مكانة الست انها كمان تكون صاحبة دعوة وصاحبة خطابة. فكمان قاسم امين ورفاع الطهطاوي والرئيس عبد الفتاح السيسي. خليني اقول بشكل حقيقي وبشكل واضح ان الرئيس مؤمن ان 30 يونيو كانت مصر بتؤثر فيها النساء بشكل حقيقي. دي حقيقة. وبشكل مباشر. انا من المشاركين. طبعا كلنا طبعا شاركنا في صناعه القرار السياسي. احنا لامسين مصر دولة على ارض الواقع اهتمام الرئيس فعلا بالمرأة المصرية. الحقيقة يعني دايما هتلاقيه في أي حفلة في أي احتفال دايما يتكلم عنه المرأة المصرية، ان الست أولوية، ودايما يوصينا بيها. أيوة حضرتك في أي المعارك السياسية شوف الستات بتعمل ايه. الستات في المعارك السياسية اللي بتحمي الرجال، او هي اللي بتدفع الرجال، يعني هي اللي بتدفعهم لميادين المعركه، او هي اللي ممكن تقفل البيبان وما تخليهمش ينزلوا الميدان. طب السنس ده، طب الفكره دي ازاي جات لست قد تكون جهله؟ مظبوط. لان على فكره الثقافه، تحسي انها فطره، الثقافه والانتماء والميول الفطري لثبات الدوله والحفاظ عليها ملوش علاقه بالتعليم. صحيح. خليني اقول لك ان الثقافه اقوى من التعليم. يعني انا بحس الاعراف اقوى من الدين. الدين لو بصيتي لجدتنا زمان كانوا بينموا فينا حتة حب الوطن. أحييكي. وهم مش متعلمين أصلا. أحييكي. والانتماء للوطن جدا. أحييكي. وهم مش متعلمين خالص. الرجولة بتصنعها امرأة. صحيح. فخليني أقولك أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بما أنه رجل كامل القوامة كان مدرك أن عصب الدولة هي مفتاح السر المرأة. طب. فكان لابد من دعم على المستوى الاجتماعي، على المستوى التشريعي، على المستوى الاقتصادي، وده مؤخرا اللي حصل، وطبعا المستوى السياسي اللي بدأنا به على مستوى المحليات والبرلمان. يعني احنا عمرنا ما كنا نتخيل ان يبقى في عدد بالشكل دوت في تحت قبة البرلمان. طب انا عايزة ولا نتخيل حاجة. فضل. بيني وبينك بس انا مهتمة قوي قوي بموضوع التمكين الاقتصادي للمرأة ده. بس أيوه. خلي الكلام ده بيننا بقى. ايوه ايوه انا مهتمة جدا بالموضوع ده، لان انا مؤمنة ان الست لما بيبقى عندها دخل حتى لو جوزها كويس وبيصرف وكل حاجة. حقيقي. بس هي يبقى عندها ظهر بتاعها. ايوه. لأي ظروف حصلت، جوزها ساب شغله، توفى بعد الشر، مهم جدا ان هي يكون ليها ظهر وسند بتاع قرشها. عارفه الكلمه دي؟ ايوه. الحقيقه كلامك واقعي يا استاذه، لسبب ان احنا عندنا اكتر من 50% مراه معيله. وده الواقع اللي بيقول كده. طيب. مراه معيله يعني ايه؟ يعني هي الرجل وهي هي اللي شايله البيت. ده لا ينقص من الرجل، عمود الخيمه فعلا. ده لا ينقص بالرجل. قد تكون زوجها متوفي، قد تكون. أيوة. قد تكون مطلقه وزوجها هاجرها، قد تكون تعول اسره وهي غير متزوجه اصلا، وممكن يعني تكون متجوزه وجوزها كويس وبيصرف كل حاجه، بس هي برضو يبقى ليها ضغط. اللي بتعول ما بيبقاش ليها زوج. اللي بتعول بتبقى لا انا فاهمه اللي بتشارك ده دورها انها تشارك جوزها، واحنا بنحس كل النساء ان هم هو في حد ما بيشاركش دلوقتي كده. كله بيشارك. ليه بتشارك؟ ده ما ينتقص من الرجل برضو. طبعا. احنا خلينا موضوعيين. الحياه بقت صعبه. الضغوط الاقتصاديه بقت شديده طبعا، الشراسه على العالم في العالم كله. غير كده ان الدستور بتاعنا لا يفرق بين الرجل والمراه. بالظبط. التفرقه على مستوى الكفاءه، وما ينفعش انا اعمل امتياز ضمني للمرأة واجي أقول إن الراجل يشيل الطين لوحده، يشيل الشيلة. لا ليه؟ من حقه إن يكون عنده امرأة متعلمة قادرة محققة، لو البيت مال تقف هي كمان. طب بيني وبينك برضو فضل. يعني بما إن إحنا بنطالب بالمساواة يبقى لازم نشارك. أيوه صح. ما إحنا مش هنقعد نقول أنا عايزة أتساوى بالراجل، عايزة أشتغل، عايزة أبقى، عايزة أبقى في البرلمان، عايزة أبقى في الحكومة. الحقيقة برضو وأروح بقى أجيب بقى أسيغ بقى وألبس الذهب والألماظ وأسيب الراجل يشيل ده كله. الحقيقة برضو كلمة المساواة كلمة كبيرة جدا
احيانا بتصدر للمجتمع، عشان كده قناه هي انا بتمنى انها تتبنى هذا الفكر، يعني متبنيين بتصدر للمجتمع بشكل مغلوط. يعني المساواه دي لغم، انا بشوفه قنبله بتعرف للمجتمع وتقدم عشان تخلق صراع بين الرجل والست، لان مفهوم المساواه لم يعرف للراجل ولم يعرف للست. الدستور ساوى بين المواطن بغض النظر عن اختلاف الله النوع. كلمه جميله. لكن الزوجه، انا اشكرك على الكلمه، الزوجه والزوج جوه البيت احنا ما بنتكلمش هنا عن المساواه، نعم احنا بنتكلم عن حقوق وواجبات وحنان ودفء وسكن ورعايه، مش بنتكلم عن المساواه. انا بتكلم عن المساواه مع اللي بيقدموا الاثنين شغلي، يعني ال الحب والحنان والدفء ده بيقدموا الاثنين، الاب والام. بالظبط، مش الام بس. ايوه بالظبط. وبعدين المساواه موجوده في التشريع، موجوده في الهيئات والمؤسسات، لكن وانا ومع جوزي قاومته وكرمته من كرامتي. طبعا. يعني كل ما الست رفعت قوامه زوجها هي كست مكانتها اترفعت. طبعا. فاحنا مش فاهمين، مش مفاهمين الستات يعني ايه راجل، ومش مفاهمين الراجل يعني ايه ست. احنا هنعمل الست كده. مش ند ليك، الست في كنفك، كل ما عليتها انت عليت. مظبوط. الراجل اللي بيبص للست كانها ادنى هو ليس رجل، يعني منتقص الرجوله. مزبوط. الرجل العويل اللي بيخلي الست تصرف عليه هو منتقص. احنا هنبقى اصحاب قوي على فكره. الراجل اللي بيضرب، احنا ارائنا متقاربه جدا. الراجل بيضرب الست، فاكر ان في ايات في القران بتدي مشروعيه، لا زي. يضرب عدد من الراجعين. عشان كده سيدنا محمد كان بيوصي بالنساء، وكمان عشان كده الرئيس عبد الفتاح السيسي قال تجديد الخطاب الديني. صحيح. واتكلم، دخل في عش الضبابير واتكلم على الطلاق الشفهي. الحقيقه احنا ما عندناش قائد عمل مهتم بالموضوع ده، عمل عايزين نعمل حلقه لوحده. ده التفرد دي كلها بتقع في صالح المراه بالمناسبه، بتصب في مصلحه المراه. المراه ليست ادنى طبعا، والدوله شايفه ان هي مش ادنى. قوانين التحرش والزواج المبكر اللي غلظت فيها العقوبات دي غايه في الاهميه. مقترح تعديل قانون الاسره الحالي، واتمنى يعني يخرج لينا، يشيل من على عاتق المراه الحاضن وجع القلب بعد الطلاق، خاصه نسبه الطلاق. اتمنى ان القناه هي تساهم بشكل مباشر في تراجع نسب الطلاق. هيحصل. نتمنى. احنا مش جايين نحارب. احنا مش مع حد. بالزبط. ولا ضد حد. بالزبط. احنا موضوعيين زي ما قلت لك. بس هنخرج دلوقتي الفاصل وهنرجع بقى، بما ان انا مهتمه بموضوع التمكين ده زي ما قلت لك، عايزين نتكلم كده على تمويل المشاريع الصغيره اللي هتساعد الست. خلينا نروح الفاصل. فضل. ونرجع تاني. اتفضلي. رجعنا تاني يا استاذ عبير، وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن اهتمام الدوله بتمويل المشاريع الصغيره والمتناهيه الصغر كمان للمراه. خليني اقول لك ان كلمه السر في متناهيه الصغر. ليه متناهيه الصغر؟ لان بيبقى تمويل صغير جدا، بيبقى ليه علاقه بالستات البسطة جدا. ادينا هنت كده، اللي بيشتغلوا في البيوت شبه ايه الحاجات المشاريع الصغيره؟ يعني حاجات هاند ميد. يعني ايه المشروع ده اللي ممكن يتعمل ب 2000 و3 و4000؟ شكله ايه؟ يعني انا ممكن اعمله ايه؟ قولي لي، غششيني. انت عارفه ان ممكن هي تعمل بطرمانات وتبيعها. تعمل ايه؟ بطرمانات بشكل معين وتبيعها. في قريه اسمها قريه تونس. طبعا. في الفيوم. الحقيقه القريه كلها كل اكل عيشها على الازاز. شغل هندي. والحقيقه يعني احنا بنديم بالفضل لاستاذه فاضله كانت بتعمل في المجتمع المدني وركزت في ده. ده اللي بيعمله المشاريع الصغيره. او متناهيه الصغر. حضرتك كمان المفاجاه ان لما اتفتح الصندوق والتمويل ده، الامر المدهش ان 60% من اللي خدوا التمويل كانوا ستات. اوكي. والاجمل والاروع ان تضاعف حجم المبلغ اللي هم خدوه. يعني اللي اخدت 100,000 رجعت تاني خدت 200. ده معناه ان كده ان هي انها نجحت. نعم. لان هي لازم تكون بتسدد المية. طبعا. سددته وكسبت ونجحت وضاعفت القرض. والتسديد بيبقى سهل بقى. سهل جدا وياسر جدا، وكمان مجدول، وكمان في تدريب. يعني كمان ممكن تروحي وانت مش عارفه تشتغل فيه. عليه فوائد الكارد ده او حاجه؟ لا تذكر. لا تذكر. لا تذكر. اصل انا عايزه ان احنا نفهم الستات، يعني ايه انتوا ممكن تعملوا ايه او تعملوا ازاي،
ونشجعهم على ده، اللي هو انت لو عندك مشروع صغير او فكره صغيره او حلم عايزه تعمليه، انت ممكن تاخدي روحي تاخدي كارد فشكله عامل كده وفوائده عامله ازاي. الحقيقه الستات ما سكتتش اول ما اتفتح ده، وطبعا ده بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا ده قريب برضو تفهم. انت حسي ما خيبتش. احنا على طول بندخل في اي حاجه. 60% يعني فاقت نسبه الرجال اللي خدوا التمويل، واللي ضاعف كانوا ستات. اللي كان بيضاعف بشكل دؤوب، يعني تخلص المليون تخش تضاعف يبقى 2 مليون. واو. الحاجه الجميله اللي حضرتك قايلاها قبل الهوا وفي اثناء الهوا، ان انت نفسك تشوفي الست تملك ذمتها الماليه. كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي ادى توجيهات ان مش عايز الست بس انها تخوض العمل او تكون عندها ذمه ماليه مستقله، لا دي عايزها تنافس في سوق الاستثمار. يعني زي ما حضرتك عندك رجل أعمال مستثمر، يبقى هو بيسمى رجل أعمال. امراه مستثمر. يعني حضرتك متخيله خلى شباك لوحده للستات بجد، بحيث ان هو يدعم المستثمرين الجدد من النساء، ان هي تسهل عمل الشركه، انشائها، الورق بتاعها يخلص بسرعه، اي تمويل ينتهي بشكل سريع، البدايه تبدا بشكل سريع، نوع من انواع الدعم. انا بشوفها سبور او دعم مرحلي، لان بعد كده الستات لما تخوض بشكل حقيقي هيبقى عادي عندنا جدا، واحنا جامدين يعني وقادرين نعمل كده. يعني انا بشوف الست مجرد انها تخش في اي شغل بتبقى ب 100 راجل، تقدر تعمل اي حاجه وتفوت في الحديد وتعرف تخلص هنا وتخلص هنا. حضرتك بتقولي حاجه انا مش عايزه انكش فيها. لا ليه؟ لان احنا جايين ننكش يا استاذه. الاعلام والدراما للاسف الشديد اي ست تملك ذمه ماليه بيشوهوها، لا اما تكون راقصه، لا اما تكون منحرفه، لا اما تكون مزواجه او جبروت، ما مفتريه او شريره مفترية. او فاسده. الحقيقه مش حقيقي. اغلب الستات المصريات شكلنا عاديين، شكل امهاتنا، شكلنا لا بتحب تتطلق ولا عايزه خراب البيوت. مظبوط. وعايزه يبقى معاها فلوس عشان تحطها لاولادها. صحيح. مش هتصرفها على الرجاله ولا هتصرفها في البارات والحانات ولا هتروح ترقص بيهم. صحيح. فما يعني الدراما ليها دور مهم جدا شكل المراه المصريه. بتعمد او هي تعمد. هنا هنركز جدا على الموضوعات دي تاني بقى، حاجه على الدراما ازاي بتقدم الست، ال الحاجات اللي بنشوفها حتى على السوشيال ميديا، كل الحاجات دي احنا عايزين نصححها بقى. تاني حاجه، جمالك وروعتك وكلامك عن الستات بالشكل الراقي ده احنا افتقدناه. احنا عندنا سطحيه شديده جدا بتصدر للناس عن طريق الاعلام، بعض الشاشات الاعلاميه، كان الست تافهه، كان الست معتوهه، كان الراجل بيوقع الاكل على هدومه، يعني طفل مدلل بيضحك عليه بكلمتين. الحقيقه لا الراجل قبله او امعه عشان يضحك عليه بالكلام ده، ولا الست بالسطحيه والتفاهه دي، ولا خلقت عشان تكون لليالي ما. الست خلقت لإسعاد زوجها، خلقت إنها تكون شريكة نضال، خلقت عشان تربي، خلقت عشان تحب وكمان طبعًا. وتتحب تحاجي. تحب وتتحب طبعا مهم. هي مخلوقة عشان تتحب. هي يعني أنا مش بقول كده عشان حاجة، تخيل حياتك من غير ست. عارفة أنا سمعت حاجة عجبتني قوي، إن الست خلقت من كائن حي اللي هو من الرجل. عشان كده الست بتميل إلى الحضن والحب والدفء، غير الرجل خلق من الأرض فدايما بتبقى حاجاته أرضية، يعني مهتم بالفلوس وبالعقارات فالست أصلا مخلوق حنين، محتاج اللي يطبطب عليه ويحنو عليه، وفي النهاية هي بتدي كويس جدا، ولما بتاخد بتدي عينيها هي يا بحث. فانا عايزه اسرسبك بقى من الحته دي، يعني انت فاكره ان انا بقول لك المقدمه دي هبقى؟ لا ده انا واخداكي الحته كده. عايزاكي اخدك بسرسبك بقى عشان نتكلم على قانون الاحوال الشخصيه. تمام. انت عارفه ان اليومين دول داير كلام كده انه هيحصل تعديل اخيرا في اللغم اللي احنا خايفين منه. الاستضافه غير المشروطه. يعني الرجل المتخلي بعد الطلاق. اوكي. المتخلي بعد الطلاق. عارفه الاكسبريشنز دي انا بحب عايز اركز عليها. انا بشوفه مجرم بشكل حقيقي. طبعا. زي بالظبط خلف وترمي، زي الست اللي متخليه. حضرتك بتشوفي ستات بتتخلى عن ولادها؟ لا، نادرا بس انا شفت حاله. اما نادره جدا. بتقولي ايه؟ لا وانت ست؟ ست مش كويسه طبعا. كلنا ده لحمك. كلنا كستات حتى لو معاش فلوس بنقولها ما ترميش ولادك طبعا. فاحنا كستات بنشوف الست المتخليه انها مجرمه.
حضرتك انا مش ممكن اشوف الراجل المتخلي عادي. ان هو عنتيل ده بطل عادي او خلف ورمى ومشي او زعيم بقى. او راجل زهق من الست فطلق ولاده طلق الله طلق ولاده الله ما بقاش مسؤول عن صرف على ابنائه مش مهم بقى ياكلوا ايه يشربوا ايه فكره ربط فكرة الاستضافه ان انا كرهت امكم فانا كرهتكم التنكيل ببعض دول مش على فكره كمان فيني. كمان احنا بندين بندين اي ست تمنع ولادها ولادها ان هم يشوفوا ابوهم طبعاً. او يشاركهم في شاركوا وهو ملتزم احنا متفقين بالصرف استاذ عبد وراجل محترم على حاجة. ده افتراء ده هتتحاسب عليه احنا هنا مش لا ضد الراجل ولا مع الست احنا يا جماعه موضوعيين احنا لازم نبقى متفقين ان الاب مهما كان طلق مراته من حقه يشوف ولاده ما تعاقبيهوش بانه ما يشوفش ولاده ده مش عقاب اللي بتعمليه ده انت داخله النار حتف ليه خليني اقول لحضرتك داخله النار برخصه ليه خليني اقول لحضرتك ان الاغلب الاعم اللي بيدفع فاتوره الطلاق هي المراه بشكل مباشر عشان كده لا يمكن ان اغفل ان وجع والم وانين المطلقات ما اقدرش اقول ان في نسبه وتناسب الوجع المطلق بيكون اقل بكتير من وجع المطلقه المطلقه هي اللي بتشيل الطين بعد الانفصال في ايه نظره المجتمع فرصها في الجواز قدرتها على ان هي تتكفل بولادها لوحدها حتى المحكمه لو حكمت لها بنفقه ما بيكونش هي دي النفقه الحقيقيه اسالي اي بيت بيصرف لو الحقيقة لها بألف هي بدور المجلس أربعة. القومي للمراه الحقيقه المجلس القومي للمرأة والتشريعات القانونية اللي بتدي بتمنح المرأة المطلقة نفقة لكن بصراحة يعني أنا بنتقد ده أحيانا لأن إحنا كده هو زي ما يكون بندي للراجل منحة إحنا اللي بنصرف على أولاده إحنا مش مفروض نصرف على أولاد حد متخلي أو حد مجرم سايب أولاده لا بس خلينا نقول إن برضو نعطله شغله لأ حضرتك اوكي لا انت كده هتقولي فكره جديده كل الرقمنه دلوقتي احنا دخلنا في عصر الرقمنه وده برضو بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نتمنى ان كل حساباتنا تكون بشكل مكشوف وده ده اللي هيحصل عشان كده انا سعيده بده اللي بيهرب من نفقات مش عارف يهرب اتمنى يحدث تطبيق فوري على النفقه دون اللجوء للمحكمه اتمنى تغيير عقد الزواج بشكل حقيقي يكون في نصوص الزاميه يعني استاذه ريهام تتجوز زي استاذه عبير ما يبقاش في فرق كلشر او فرق طبقه ثقافه او طبقه عشان حضرتك غنيه وانا فقيره اتجوز انا بشكل مختلف لا كلنا نفس يعني البنود يعني ايه ازاي بشكل مختلف يعني بنود واحده تقول لو حصل انفصال وفي اطفال من حقها انها تقعد في شقه الزوجيه مش لازم اروح اجيب من المحامي العام تمكين مش لازم انا ارفع قضيه ولايه تعليميه لو هو طلقني احنا الاثنين يبقى عندنا ولايه تعليميه صحيح. ما يخرجليش ولادي من الانترناشونال تنكيل ايوه يعني اقصد فكره بينتقم من الزوج عشان طلقها في ولاده نفرغ المحاكم يبقى في حاجات اوتوماتيك إيه لو طلق غيابي او لو طلق برغبه شديده هي تستقطع مبلغ ما لو هي اللي طلبت الطلاق يتخلى تتخلى عن حقوقها يعني اتنين اتطلقوا من غير ما يروحوا محكمه مش متفاهمين مش اخر العالم خلاص الحياه ما انتهتش عند ان احنا اتطلقنا بس ما دام في بينا ابناء يحملوا اسمك ويحملوا اسمي يبقى ما ينفعش ان احنا نمرمطهم وسطنا ومن باب اولى ما يكونش في طلاق يعني احنا فين الست اللي بتعشش وفين الست الاصيله اللي بتستحمل الهزات الاقتصاديه والهزات النفسيه لجوزها فين الست دي احنا لازم نربي بناتنا على كده البت لازم تطلع وتد زي زمان زي امهاتنا وجداتنا فين الراجل اللي بيقول مستحيل امد ايدي على مراتي طب فين احنا الراجل اللي بيقول في الصعيد مراتك لو عازت جلبيه اجيب لها جلبيتين واو لو عازت وكله اوكلها وكلتين خليني بس ارخم عليكي في حاجه اتفضلي انا مش ضد الطلاق يعني نفترض ان اتنين استحالت العشره ما بينهم يتطلقوا مفيش مشكله لكن مش هقول لك يا ستي يبقى بينهم موده ورحمه لكن دايما بينسوا حته ان دول الاطفال دول بني ادمين ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسوا الفضل بينكما بس انا ضد الطلاق الطلاق هو اكتر حاجه موجعه في الحياه الست والراجل الطلاق معناه هدم وتمزيع شخصين وكمان اطفال انا ضد الطلاق الطلاق لا يجوز الا في بعض الحالات النادره ان يكون مدمن يعني خطر بيمثل خطر على الابناء ما بتحبوش يا ستي هقول لحضرتك هكمل بس يعني اكمل الامور الفرعيه والامور الجوهريه أوكي. يعني لازم حتما ان انا اتطلق من الشخص ده لما يكون مدمن لما يكون عويل لما يكون ديوس
عويل يعني بياخد فلوسي، يعني انا بشتغل عشان يجيب سجايره ويقعد على القهوه وانا اللي بشتغل ليل نهار. هستاذنك بس او دايوس ان هو ما عندوش نخوه. هستاذنك معانا الدكتور عزه هيكل تاني، عضو المجلس القومي للمراه. بنرحب بحضرتك يا دكتور عزه. اهلا بحضرتك يا فندم، انا حضرتك عضو سابق الحقيقه. حضرتك مشرفانا واحنا في اول دقائق بس لاول قناه للمراه في مصر. ألف مبروك. الله يبارك. طبعا كان لازم ان احنا نتكلم مع حضرتك ونسالك عن دور المجلس القومي للمراه بصفه حضرتك عضو سابق في المجلس، عن التمكين الاقتصادي او فكره التمكين الاقتصادي للمراه. يعني الحقيقه انا كنت في المجلس القومي للمراه في الوقت الصعب، فانا موضوع التمكين الاقتصادي انا كنت مسؤوله عن الثقافه والاعلام والقوانين، لكن كان الموضوع التمكين الاقتصادي طبعا موضوع مهم لكن لناسه يعني. فانا الحقيقه ده بقى مشروعات صغيره وتكافل وكرامه ويعني وحياه كريمه، ده موضوع مهم وطبعا في حزمه من القوانين بتستعمل، لكن المجال الاكثر اللي انا متخصصه فيه اللي هو المجال الثقافي التعليمي الاجتماعي القوانين. فبيتهيألي ده مهم برضو، لان انا كنت سامع النقاش اللي حضراتكم بتتناقشوا فيه، فاكيد لازم يبقى في حزمه من القوانين اكتر، يبقى في محاكم اسره، وبنتمنى دايما ان المراه بقى تدخل محاكم الاسره بقوه، وبالتالي ده هو اللي هتكون النقله الحقيقيه يعني. من كلام حضرتك خليني اخدك لفكره تغيير قانون الاحوال الشخصيه، وانا والاستاذ عبير كنا لسه بنتكلم في الموضوع ده دلوقتي. شايفة حضرتك فكرة انه احنا اخيرا هنبدأ نغير قانون الاحوال الشخصية، حضرتك شايفة ده ازاي من وجهة نظرك؟ لا، هو القوانين يعني احنا يعني موضوع القوانين ده يعني مستمر بقاله اكثر من 30 سنة في محاولات، لكن طبعا المجتمع بيتغير، بتتغير قوانين، بتتغير ثقافات، بتتغير اراء، في يعني ساعات بيبقى في نقلة حقيقية لتغيير في القوانين، ثم بتحصل نوع من الجمود، ثم ردة، ثم نحاول مرة أخرى. لكن أنا دايما بقول أن موضوع قوانين الأسرة وده قوانين الأحوال الشخصية مش مسطرة واحدة، يعني أنا هختلف كده، لكن اللي ممكن يخليها سريعة وجيدة اللي هي يكون في محاكم أسرة، وأنه يتم البت في أي قضية في خلال 3 أشهر على الأكثر. طبعا. يعني أنا ما أقدرش أعمم ان كل النساء مظلومات ولا كل الرجال بيبقى عليه يعني هم اللي يعني اللي هم الظلمه يعني، لكن نقدر نقول ان في الغالبيه ان المراه هي الاضعف، ان المراه هي اللي بيقع عليها العبء الاكبر، ان القوانين غير منصفه للمراه. طب نعمل ايه علشان، لان انت لو بداتي الحرب بان ضد من بكل اسف، لان هم اللي في الغالب اللي بيضعوا التشريع وفي الغالب اللي هيحطوا القوانين واللي هينفذوها، فلازم يبقى في منطقه وسط. ايه المنطقه الوسط؟ ان احنا نقول ان زي السعوديه، السعوديه الحقيقه المملكه العربيه السعوديه عملت نقله رهيبه ان قوانين الاسره يتم البت فيها في خلال 3 أشهر على الاكثر. مظبوط. اي قانون بقى، تمكين من الشقه، الولايه، النفقه، وموضوع النفقه ده مهم جدا، وزي ما قالت الدكتور عبير ان موضوع ان مش لازم ان الدوله هي اللي تدفع، لازم الـ الزوج او الاب هو اللي يقوم بنفقته. فيقوم بنفقته ده ممكن يكون يبقى فيه مبلغ هو بيدفعه تامين مبلغ للطلاق يناسب للطلاق يناسب هذا الزمن، يعني مبلغ يضمن كمان حياة كريمة للأسرة، مش مبلغ وخلاص يعني. بالضبط. يعني ما يبقاش هو بيقبض 100,000 جنيه والمحكمة تقول له روح ادفع لهم 3,000 جنيه، فما تبقاش عارفة تأكلهم. ده اللي بيحصل فعلا، عشان هو بيروح يجيب جواب يقول أنا بقبض 13 جنيه، فالمحكمة تقول خلاص يبقى أنت خدي لك 5 جنيه. احنا عايزين يبقى في حاجات تأكد الراجل ده بياخد كام، يبقى يعني زي ما الأستاذة عبير قالت إن الكشوفات تبقى مكشوفة، فانا اقدر احكم صح. بصي حضرتك ما تقدريش تقولي حكايه الحسابات مكشوفه، لان ده يهدد الاقتصاد القومي وضد اليات السوق وضد يعني حاجات كثيره عالميه وحقوق الانسان، لكن حضرتك تقدري تقولي ان يبقى في محكمه سريعه باته انها تشوف المستوى الاجتماعي اللي عايش فيه هذا الزوج. مظبوط. قبل وبعد، وعليه بيكون الزامه بمصروفات الاولاد، الزامه بالسكن،
الزامه بانه ما فيش حاجه اسمها الولايه التعليميه، الزامه ان من حق الزوجه تاخد اولادها وتسافر، لان في هنا نوع من القهر انها ازاي انها ما تقدرش تاخد ولادها. لو خدت ولادها وسافرت وهربت يبقى في بقى قانون تاني يعاقبها على هذا. مزبوط. لكن من حقها انها تاخد ولادها وتسافر، من حقها انها تنقلهم من المدرسه، مش يوقفوها في المطار يعني ما يصحش يعني في وتكون في منتهى السرعه. عشان كده بنقول عندنا كم خريجين وخريجات كثر من كليات الحقوق. مزبوط. لماذا لا يتم الاستعانه بهم في محاكم الاسره؟ لماذا لا تكون محاكم الاسره بتشتغل على مدار العام؟ تشتغل 24 ساعه، محاكم الاسره دي تخلص القوانين والحالات في ثلاثه اشهر، 90 يوم على الاكثر. اتمنى هيغير شكل المجتمع طبعا، وهيبقى في بدل حاله الصراع حاله يعني توافق رضا، حالة اتفاق. مظبوط. طيب بما ان حضرتك كنتي مسؤولة عن الإعلام في المجلس القومي للمرأة، خليني أسأل حضرتك، يعني شايفة الإعلام بيقدم فكرة تمكين المرأة أو صورة المرأة إزاي؟ يعني أنا دايما بيخطر في بالي حاجة كده، فيلم فاتن حمامة لما كانت بتقول يعني إنها عايزة تتطلق، أريد خلعا. دايما بفتكر إن أريد حلا، أنا أسفة، الفيلم ده أنا دايما بفتكره إنه كان السبب في يوم من الأيام إن إحنا يبقى عندنا قانون الخلع. أيوة ده حقيقي. فأنا مؤمنة شخصيا إن الإعلام والدراما ليهم دور كبير جدا. فحضرتك من وجهة نظرك يا دكتورة عزة شايفة ده إزاي؟ شايفة دور الإعلام والدراما إزاي؟ جميل جدا السؤال. خلينا نتكلم بشكل أكثر صراحة. دلوقتي أنا الرسالة الإعلامية لازم أكون أوجهها لعدة طبقات وعدة فئات وعدة نماذج من المجتمع. ما أقدرش يبقى كل الإعلام اللي بيتقدم البرامج الجميلة اللي بتتقدم عن المرأة، وهي جميلة وجيدة، اللي بتتكلم عن شريحة واحدة فقط، شريحة الطبقة اللي هي المتوسطة وما فوق المتوسطة. أنا محتاجة إعلام توعوي، محتاجة إعلام أوجهه للسيدات في الريف، للسيدات في المناطق البسيطة، في المناطق الشعبية. محتاجة أغير مفاهيم كتيرة جدا، مش بس أريد خلعا وأريد حلا. مفروض إن إحنا دلوقتي نشجع على تعليم الفتيات، تعليم الفتاة ده، الفتاة تبقى منتجة. إحنا شعب محتاج مزيد من الإنتاج، مزيد من العمل، مزيد من تنمية الاقتصاد. قبل ما يعني مهم جدا يبقى هدف البنت وهدف الأسرة مش إنها تتجوز. دلوقتي كل الأهداف وكل الكلام أؤيدك بشدة يا دكتورة، أؤيدك بشدة. أنا دايما بقول ما نربيش بناتنا على إن هدفك الأسمى إنك تتجوزي، هدفك الأسمى إنك تكوني عندك عمل ناجح، إنك تكوني متعلمة كويس، إنك يكون بالضبط. عندك ظهر اقتصادي يسندك في أي وقت. متحققة. الزمن اتغير يا دكتورة، الزمن اتغير، الجواز ما بقاش زي زمان. كل الزمن حقيقي يا فندم، احنا برضو بعيد لحضرتك، حضرتك بنكلم طبقة وفئة واحدة. الشريح اكبر اللي فيه منتهى الخطورة احنا مش بنخاطبها. الاعلام لا يخاطبها ولا يخاطبها بلغتها. مظبوط. لها الفكر اللي محتاجينه، يعني ما يعني مش لازم الكلام ده يبقى مكرر ومعاد ويتقدم في دراما ويتقدم في برنامج ويتقدم في اعلان وبيتقدم في فيلم تسجيلي. في حمله بتكون موجوده عشان اغير هذا السلوك. يعني ايه ان البنت تقعد من المدرسه عشان تنتظر انها تتزوج، وبعد ما تتزوج تنجب، وبعد ما تنجب ماذا انتجت للمجتمع الا افواه اخرى جديده؟ يعني ايه هي اللي بتقدمه لهذا المجتمع؟ ده مفهوم في منتهى الخطوره. تعليم البنت، تثقيف البنت، صحيح. الكلام ده ما بنتكلم فيه فين؟ التوعيه الصحيه الحقيقيه، التوعيه لصحه البنت، لصحه الطفل، الحاجات دي كلها مهمه جدا ان الاعلام يقوم بدوره فيه. مش طول النهار انا مع احترامي الشديد بنتكلم عن الطبيخ وعن التجميل. لا، اوعدك يا دكتور عزه ان ده هيتغير تماما في قناه هي، واحنا عملنا القناه دي مخصوص عشان تكون لسان حال المراه وتساعدها انها والله توصل إن لتمكينها الاجتماعي. اي شيء يعني تطوعي
ده يشرفنا يا فندم، ده يشرفنا. أوعدك إن إحنا هنساعد الست جدا على تمكينها الاجتماعي والاقتصادي. بنشكر حضرتك دكتورة عزة هيكل، عضو المجلس القومي السابق للمرأة. نرجع إحنا بقى للمعركة بتاعتنا. الحقيقة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم جدا في الفترة اللي فاتت وفي كل المناسبات بتاعته بذوي الهمم، سواء بقى كان من الرجالة أو من الستات. يعني عايزين نطلع بقى شوية من عباءة المرأة، بما إن برنامج اللي حصل هو برنامج مهتم بالمواطنين. أيوة. فدايما أنا بلاحظ إن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم جدا بذوي الهمم. شايفة الموضوع ده إزاي من وجهة نظرك؟ إحنا بنقول الطبقات المهمشة، سواء كانت من الفقراء أو البسطاء أو اللي عندهم احتياجات خاصة. فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمام كبير وواسع لذوي الهمم، ده أمر محترم في أي دولة محترمة طبعا. فدي إشارة كمان إن إحنا عندنا شخص يملك قلب ويملك إنسانية، وإحنا بنحسه إن إحنا عايزين المزيد. يعني دايما أنا حتى يقولوا لي مع الرئيس ليه إنجازاته، أقول لهم لا، أنا متوقع منه أكتر كمان. إحنا شعب لما بنلاقي أي خطوة إيجابية، حد واعي، بنحس بنبقى طمعانين فيه. الحقيقة ده حقيقي، ده احنا طمعانين فيه. ما احنا ما عندناش غير كده. يعني دايما لما هو بيقود حملة ما، احنا مفروض دورنا ان احنا ندعمه. صحيح، يعني نقف وراه، مش هو اللي يشيل السيف ويمشي يحارب لوحده. فاحنا نبقى وراه، فاحنا اللي بنطلب منه انه يقود المعركة. اللي هو مهتم بيها جدا ملف على فكرة دي ذوي الهمم، وكمان الغارمات طبعا، دي كانت طفره. يعني انا دايما في حاجات كده منوره في حقبه الرئيس عبد الفتاح السيسي: الاسكان الاجتماعي، الغارمات، ذوي الهمم، المشروعات الصغيره للنساء. هو موضوع الغارمات ده، عشان وقت الحلقه عايز حلقه وانا ليا راي شخصي فيه. يعني الغارمات قوي جدا على فكره، فكره قويه. انا رايي، يعني ليا راي شويه في الموضوع ده، ان احنا محتاجين نوعي بانه لا، ما تشتريش 12 طقم ستانلس ستيل قبل ما يبقوا غارمات. ايوه معاكي، يعني حق. بس احنا كنا عندنا مشكله، المشكله لو ما كانتش اتحلت بالطريقه دي، كنا احنا يعني هنسيب ناس كتير بيوت خربانه. بس يعني انا شايفه فقده ان العبقري هو اللي بيوقف المشكله قبل ما تحصل. ده حقيقي، مش يستنى لما تحصل وبعدين يعالجها. ما انت بقى تحلي وبعد كده تبداي تعملي التوعوي زي ما الاستاذ عزه قال. انا مهتمه جدا بالاعلام، ده مهم جدا جدا، مهم جدا. استاذ عبير، يعني انا استمتعت معاكي الحقيقه. أنا استمتعت جدا جدا بالحوار معاكي، وحزينه ان الوقت خلص بجد. يعني اللي هو انا عايزه اقول لهم ما تدونا حبه كمان. أنا بس اكيد هيبقى لنا لقاءات كتير، ده وعد طبعا. انا اللي اتشرفت من حضورك وتاثيرك ورقيك، وكمان وقع القناه. انا متفائله بالقناه جدا، وسعيده ان هي اسمها هي، وحاسه كمان ان في روح مختلفه هتبث للمجتمع المصري. بنشكر حضرتك جدا استاذه عبير، نورتينا في الدقائق الاولى في بث قناه هي. اهلا وسهلا. في نهايه الحلقه النهارده، عايزه اقول لكم خليكم فاكرين ان قناه هي اتعملت عشانك، وهدفنا الأساسي هو استقرار كل أسرة وتمكين المرأة زي ما قلت لكم، اقتصادياً واجتماعياً. وزي ما قلت لكم وإحنا في الحلقة، إحنا موضوعيين، لا إحنا مع الراجل ولا إحنا مع الست، ولا إحنا ضد ده ولا ضد ده. إحنا هنفضل دايماً في اللي يأكد على دعم واستقرار الأسرة المصرية. للأسف خلصت حلقتنا النهاردة، أول حلقة خلصت بسرعة قوي. إن شاء الله أشوفكم في الحلقة الجاية. تصبحوا على خير.